بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في فضاء عالية الهمة في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي الحليب المركز المحلى. نترككم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج في المقادير إلى نصف لتر من الحليب كامل الدسم، كوبين من السكر حبيبات، كيس من سكر الفانيلا، ورشة من الملح. نبقى مع الطريقة. في إناء نضع الحليب، السكر حبيبات، كيس الفانيلا، ورشة من الملح، ونقلب جيدا حتى يذوب السكر. بعد إذابة السكر كليا في الحليب، نضعه فوق نار هادئة. في حالة استعمال الحليب العادي يجب إضافة ملعقة من الزبدة. نستمر بالتحريك على هذا الشكل. قوام الخليط وهو ساخن يكون على هذا الشكل. في هذه المرحلة نطفئ النار ونترك الحليب لكي يبرد. بعد تبريد الحليب المركز المحلى يصبح على هذا الشكل، قوام كثيف جدا. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم، فإن أعجبتكم فلا تنسوا دعم القناة بضغطكم على الزر الأحمر اشتراك وزر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.